الراجل في الملعب اهلاوي 90 دقيقة على المكسب اهلاوي بيلعب لنادي الوطنية اهلاوي الفوز ده ليك حاجة عادية اهلاوي اهلاوي حضراتكم من جديد. يعني انضم لي في الاستوديو نجوم الاهلي الكبار يعني السابقين النجم احمد حسن استاكوزا والنجم احمد عادل استاكوزا. اهلا بيك. اهلا بيك يا كابتن ميدو. احنا عايزين الحلقه نمشيها جد ان شاء الله باذن الله. يعني احاول نخليها جد. كابتن احمد منور الدنيا. منور بيك طبعا وسعيد ان انا معاك ومع كابتن استاكوزا. انا مش عارف ازاي اتجمعنا يعني اخر مره استاكوزا واحمد عادل. ده هيبقى قرارك بعد الحلقه دي ان شاء الله. انا اخر مره منورين الدنيا. ربنا يخليك. يعني خلينا ندخل في الاجواء على طول. استاكوزا النجم الساحلي مش جديد على النادي الاهلي. انتخب بيه كذا مره قبل كده يعني كسبنا مرتين وتعادلنا كم مره. شايف المباراه ازاي في ظل الحشد؟ يعني كان معاه سياده السفير قبل ما حضرتك تشرفوني. معاه سياده السفير قال ان في حشد جماهيري جامد جدا جدا عايزين يخلصوا المباراه في سوسه. هو اكيد طبعا يا كابتن ميدو لان وجود النادي الاهلي اصلا في تونس ده حدث بالنسبه لتونس وحدث بالنسبه لجماهير تونس. المباراه طبعا فيها شويه نديه وفيها شويه تركيز زياده عن اللزوم بالنسبه لفريق النجم لان عندنا مباراه الترجي ده يعتبر صقر لمباراه الترجي بالنسبه للنجم. بالنسبه للنجم جماهير النجم جماهير يعني احنا نعرف عنها ان هي جماهير يعني عنيفه شويه. المباراه الملعب صغير وبيوصل للجماهير بتحس ان انت بتلعب في وسط الجماهير. مباراه انا شايف ان هي مباراه صعبه بس ما اعتقدش ان هي اصعب من مباراه الترجي. انا معاك. وجودنا في مباراه وجودنا في تونس قبل كده محسسنا طبعا ان احنا مش الاجواء مش جديده علينا. جماهير الترجي برضو كانت جماهير مش الماتش ما كانش سهل. شايف الماتش حتى كمان انت كنت رايح كمان متعادل 2-2 هنا كان دوافعهم اكبر بكتير جدا. كان انا معاك اتفق معاك كمان الماتش مش يا رب ما يكونش اصعب من ماتش الترجي. والله يا كابتن هي كحسابات المفروض ان ماتش النجم اسهل. لكن انا بتكلم احنا النادي الاهلي ما بيتعاملش مع المباراه. احنا بنتكلم على مباراه الترجي. المفروض ان الترجي اعلى من النجم. المفروض ان الترجي اقوى من النجم الساحلي. المفروض ان الترجي في الدوري اعلى من النجم الساحلي. لكن انا شايف ان المباراه صعبه لان احنا دلوقتي في دور الاربعه ايا كان. كانت مباراه الترجي الترجي كان في دور الثمانيه. انا النهارده تخطيت مباراه الترجي خلاص هي اتقفلت خلاص. هو ماتش وانتهى. لكن انا بالنسبه لي دلوقتي مباراه النجم هي مباراه لسه ليها جوله ثانيه. يعني شايف ان المتطلبات للمباراه انا مش رايح اكتر من ان انا عايز اسهل على نفسي المباراه عندنا هنا في مصر. وهم عارفين كده كويس. هم عايزين يخلصوا هناك لان متاكدين ان المباراه في مصر هتبقى صعبه. لان هم شايفين ان المباراه برغم صعوبتها كانت هنا في مصر ان النادي الاهلي قدر يتعامل هنا في الترجي يتعامل هنا في تونس وقدر يكسب. فانا شايف ان طبعا المباراه صعبه بس عندي ثقه في الله وعندي ثقه في النادي الاهلي ان شاء الله. يا رب. كابتن احمد برضو في نفس السياق برضو الموضوع مش 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 موضوع ماتش الترجي كان اصعب واسهل زي ما قال الاستاكوزا بالظبط. الموضوع ان انت في دور دلوقتي قبل نهائي. موضوع المعنويات مختلفه تماما. الدوافع مختلفه تماما. بتلعب ماتش انا بتكلم كنجم دلوقتي كفريق النجم الساحلي ان هو الموضوع هيبقى بالنسبه له حياه وموت. كل الجماهير قال لك لازم نخلص الماتش هنا زي ما قال الاستاكوزا. الماتش في القاهره يبقى صعب او في برج العرب يبقى صعب جدا جدا. فشايف برضو انت من وجهه نظرك برضو الماتش ده يبقى شكله ازاي؟ هو اكيد هيرجع طبعا يا كابتن ميدو للطريقه اللي هيلعب بيها كابتن حسام البدري. يعني انا بس هرجع لمباراه الترجي. انا كنت شايف واتمنى ان اللعيبه تكون عند يعني تكون بنفس التركيز بتاع مباراه الترجي. يعني انا شايف ان كان الطموح للعيبه النادي الاهلي اعلى.
اتمنى طبعا ان هم يكونوا بنفس التركيز بنفس الطموح. شايف ان زي ما كان الكابتن احمد بيتكلم ان هيرجع لطريقه اللعب الكابتن حسام، اتوقع ان هو هيلعب بتامين دفاعي بحيث ان هو يسهل المباراه. تعالى قبل ما نشوف الكابتن حسام ممكن يلعب ايه، ناخد الصحفي التونسي باذاعه شمس اف ام الاستاذ بشير خلف الله. اهلا بيك يا استاذ بشير. اهلا بيك كابتن عبد الحميد، واهلا بكل الحضور. اهلا بيك، كل سنه حضرتك طيب، كل تونس طيبه. يعني خلينا اسالك بدايه، وحضرتك طيب، خلينا اسالك بدايه، تناولت مباراه الاهلي والنجم الساحلي كصحافه، تناولتوها باي شكل؟ كصحافه مباراه النجم الرياضي الساحلي والاهلي، مباراه الاهلي المصري ضد اي فريق تونسي تكتسي اهميه قصوى في المشهد الاعلامي الرياضي التونسي، خاصه وانه الاهلي المصري هو الفريق الذي تريد كل الفرق التونسيه عزمه، بما انه حقق عديد الانتصارات واخرها الانتصار ضد الترجي التونسي في ربع نهائي الشامبيونز ليج ضد الترجي الرياضي كما قلت. الاهلي او النجم الرياضي الساحلي ضد الاهلي غدوة بالنسبه للفريق فريق جوهره الساحل تعد مباراه تاريخيه، بما انه ينجم يمنع النجم الرياضي الساحلي الاهلي المصري من الخروج الى الدور النهائي والفوز في المحبة التاسعة ليه، لا نوفانا باللغة الإسبانية كما يقولوا، لا ديتيما بالنسبة لريال مدريد، وهوني نجم نحكيو على رقم قياسي بالنسبة للأهلي المصري. بالنسبة للصحافة التونسية نعطيكم بعض العناوين. أنا كنت لسه أسألك أقول لك أبرز العناوين اللي لفتت نظرك إيه؟ اتفضل اتفضل. صحيفة صريحة مثلا خذت جملة قالها إيدر فيلوز مدرب النادي الرياضي الساحلي للندوة الصحفية، قال غدا مباراة صعبة ومتوازنة، يعني شوفوا هنا لا تناقض، مباراة صعبة لكن متوازنة، هذه تقريبا اللي قال وهم ما قاله بيرفيلوت في الندوة الصحفية. صحيفة الصباح عنونت مرعي للهجوم بين قوسين على الأهلي، يعني سلاح مصري ضد الأهلي المصري، عمرو مرعي مهاجم النجم الرياضي الساحلي فالناس راح تحكيوا عليه بعد لحظات. صحيفة الشروق عنونت خطة هجومية رغم الحقد النفسية، الحرب النفسية بالساعة هوني يحكيوا على لاعبين النجم الرياضي الساحلي. صحيفة الأنوار الانتصار يلي طوال الانتصار، هذه يعني بعض العناوين الصحف التونسية كما قاعدين نشوفوا، ما فماش عناوين نارية بالمناسبة هذه وبالمناسبة هذه، رغم الريال الكبير يعني اللي هو المرور إلى نهائي الشامبيونز ليج الأفريقي. أكيد أكيد يا أستاذ بشير، يعني برضو كيف ترى الدوافع المعنوية لكلا الفريقان؟ يعني الأهلي كسبان الترجي في قلب تونس، كمان النجم كسبان أهلي طرابلس، برضو يعني المعنويات مرتفعة جدا، كيف ترى المباراة من وجهة نظر حضرتك أنت؟ هل هي مباراة هجومية أم سيتحفظ أحد الفريقان الأهلي أو النجم الساحلي بطريقة دفاعية؟ الشوط الاول يعني الشوط الثاني ما زالش يلعب في مصر بالنسبه للدور نصف النهائي الثاني او اياب دور نصف النهائي. انا اقول انه الاهلي المصري بعد الفوز على الترجي الاردني واقصاء الترجي البطوله سيكون الفريق المرشح الافضل للوصول للنهائي اللي هي الفوز باللقب، يعني النجم الرياضي الساحلي اليوم هو اوتسايد، يعني النجم الرياضي الساحلي كل النتائج الايجابيه بالطبع، يعني تعادل او انتصار تحسب للنجم الرياضي الساحلي اكثر من الاهلي المصري، لانه الاهلي محط انظار كل الصحافه الافريقيه وخاصه الصحافه في شمال افريقيا، هو محط انظار الصحافه اكثر من النجم الرياضي الساحلي، يعني كل المختصين ينتظروا الاهلي مرور الاهلي اكثر من النجم الرياضي الساحلي، وهذا معطى مهم ومهم جدا، بما انه حتى يعني في التمارين حتى في التصريحات النجم الرياضي الساحلي تعدى بعيد نوعا ما على الانظار مقارنه بالاهلي المصري اللي تسلطت عليه كل الاضواء، خاصه وانه قعد تقريبا اكثر من 10 ايام في تونس بين تونس العاصمه منذ مباراته ضد الترجي الرياضي التونسي، وبعدها تنقل للسوسه وين باش تلعب المباراه غدوه ضد النجم الرياضي الساحلي. انا اقول انه النجم الرياضي الساحلي غدوه حسب ما نشوفوا التشكيله الاساسيه للفريق اللي باش يبدا بها المدرب يدير فيليد، النجم الرياضي الساحلي باش يلعب بطريقه حذره، ماهيش طريقة هجومية، ماهيش طريقة دفاعية، كيف يلعب طريقة حذرة ممكن ينتظر الأهلي المصري
يشوف اللاعب المصري في ال 20 دقيقه الاولى وبعض اللجنه الرياضيه تحكي بعد ال 20 دقيقه يحاول يبدا بالضبط راح نقول الى ارسال الاهلي المصري يعني يحاول يبدا يدفع المناطق الاهلي المصري يعني معاكسه تماما لطريقه لعب قاضي بنزرتي اللي كان يمشي للهجوم في ال 20 دقيقه الاولى يعني يحاول يسجل تغير نوعا ما الامور التكتيكيه في اللجنه الرياضيه تحكي مع الفرنسي الزربيلي. بالنسبه لتشكيل اللجنه غدوه كان حد معطيكم كابتن عبد الحميد بنسبه 95% تشكيل اللي بشد بها المدرب الفرنسي نلقاو ايمن المكلوكي شهير سلبوني حارس المنتخب الوطني التونسي في حراسه المرمى حمدي النجاز ظهير ايمن غازي عبد الرزاق يدافع عن المصابه يكون حاضر ظهير ايسر في محور دفاع اللجنة الرياضية الساحلي نلقاو تونسي ورامي البدوي في الكيس كان عارف الإصابة باش يكون حاضر غدوة في محور دفاع النجم في وسط الميدان أربعة لاعبين وهذا جديد في تشكيلة اللجنة الرياضية الساحلي اللي معتاد يلعب بطريقة 4 3 3 غدوة باش يكون تقريبا مش يلعب بطريقة 4 2 3 1 نعطيكم في وسط الميدان موجود بن عمر أيمن الترابلسي علي البريدي حمزة الأحمر ومعهم الكالي بانجورا الكالي بانجورا المهاجم الدولي الغيني اللي باش يكون على الجهه اليسار وفي الهجوم في قلب الهجوم باش يكون بطبيعه اللاعب المصري عمرو مرعي بالنسبه للمباراه لازم الاهلي يعني شكرا على كل التوضيحات استاذ بشير لكن اخر سؤال اساله لحضرتك يعني الدوافع لدى النجم الساحلي من جماهيريه ملعب نجم الساحلي معروف ان هو ملعب مساحاته قليله جدا الدوافع والضغط الجماهيري على النجم الساحلي بانهاء مباراه الاهلي والنجم الساحلي غدا ان شاء الله اللي هتكون في سوسه في مساء هل دي بتبقى ضغط على لعيب النجم الساحلي ولا شايف الموضوع هيكون شكله ايه؟ في حقيقه انا كصحفي كشخص ممكن بعض مشاكل مش الراي لكن انا في المباريات الكبيره لا اؤمن بضغط الجمهور حقيقه يعني كل اللاعبين اللي في الرياض الساحلي متعودين يلعبوا امام جماهير غفيره خاصه ملعب سوسه ماهوش ملعب كبير يعني يرتفع تقريبا اقل شويه من 20,000 متفرج ملعب الاولمبي في سوسه يعني مقارنه بملعب راسي كبير جدا دونك لاعبين النجم الرياضي الساحلي ما نتصورش يتاثر بضغط الجمهور انا اشوف ان ممكن الرهان والفوز على الاهلي المصري باش يخلي لاعبين النجم الرياضي الساحلي يعطيه كل ما عنده من الفوز وخاصه انه يطرح جماهير النجم الرياضي الساحلي وخاصه بعد خروج الترجي الرياضي التونسي راه مهم ومهم جدا ان النجم الرياضي الساحلي يمشي لبعيد في المنافسه هذه بما انه ممثل تونس الوحيد اللي قعد في الدور المصري النهائي وعلاش ليه تعادل النهائي قلنا الرهان كبير خاصه وانه الترجي خرج وتعرف انت الحساسيات بين جمهور النجم الرياضي الساحلي جمهور الترجي يعني هنايا النجم الرياضي الساحلي اذا كان يمشي لبعيد لازم يتباع ويتفاخر امام جماهير الترجي الرياضي التونسي بالمرور هذا الى الدور النهائي بالطبع اكيد يعني ابرز تصريحات المدير الفني الفرنسي لفريق النجم النهارده استاذ بشير كانت ايه؟ المدير الفني الفرنسي حكى برشا على فريق الاهلي المصري، ما حكاش على فريقه، حكى بطريقه مقتربه على فريقه، لكن حكى برشا على فريق الاهلي المصري، قال فريق كبير عنده لاعبين كبار، ثم علي معلول لاعب الاهلي التونسي، ثم جونيور عزعي، ثم وليد سليمان، يعني ثم عديد اللاعبين، قال انه فريق متماسك، فريق يعرف كيفاش يبني الهزمه من الخامس فريق يلعب طريقه تكتيكيه يعني ما غيرهاش منذ سنوات هذا اللي يحاول يستغله ممكن يدير فاليوز المدرب الفرنسي ادخال بعض التغييرات التكتيكيه كما حكيت ادخالنا على 4 3 3 تعدى من 4 4 2 ممكن اكيد تفرز في المباراه ضد الترجي الرياضي التونسي وخذا منها عديد العبار اللي باش يحاول يصلح منهم ضد فريق الاهلي المصري دونك دور بليد كما قلت لك ما ركزش برشا على فريقه وركز اكثر على منافسه الاهلي المصري هذا ممكن تكيد في طريقه لابعاد الاضواء ولتسليط الاضواء اكثر على الاهلي المصري اكثر من النجم الرياضي الساحلي. استاذ بشير خلف الله الصحفي التونسي الشهير شكرا جدا لحضرتك على كل التوضيحات اللي حضرتك وضحتها شكرا جدا وان شاء الله تكون مباراه تليق باسم الفريقان الكبيران النادي الاهلي المصري والنجم الساحلي التونسي شكرا جدا لحضرتك. نكمل فاكر ولا فكرك؟ كنا بنتكلم انت شايف المباراه ازاي وبعد كده نشوف مع استاكوزا ومعاك الكلام اللي قاله المدير الفني التونسي والمدير الفني الفرنسي لفريق النجم الساحلي. بص يا كابتن ميدو انا شايف ان الفرقتين حتى في النتائج قريبين من بعض يعني
احنا بنكسب مباريات وهم بنكسبوا نفس المباريات بنتعادل نفس يعني نتعادل في المباريات. فرقتين انا شايف ان هيبقى عاملين حساب لبعض كويس، لكن انا شايف ان الدوافع وفعلا روح الفانيلا ما بيبانش الا في الوقت ده. زي ما كنت رجعت واتكلمت على مباراه الترجي، المتمثله كانت متمثله في علي معلول الصراحه. يعني انا حاسس ان علي بقى له 10 سنين بيلعب في نادي الاهلي، مش دي اول سنه مثلا او ثاني سنه. اللامركزيه اللي عملها علي دي روح فانيلا، دي حاجه احنا عايزين نكسب، ما قدمناش حاجه غير كده. فانا شايف ان الدوافع عندنا ان شاء الله عند النادي الاهلي تبقى اكبر، نحاول نطلع هناك بنتيجه ايجابيه ان شاء الله تسهل علينا المباراه هنا ان شاء الله. يا رب يا رب يا احمد ان شاء الله. استاذ الاستاذ بشير قال ان المدير الفني فيلو، المدير الفني الفرنسي للفريق النجم، قال ان هو يعني عامل حساب كبير جدا للنادي الاهلي، وده طبيعي. تصريحات مدربين طبعا بيقعدوا يلعبوا بعض، احنا ما اتكلمش على فرقته خالص. قال كمان ان هو ممكن يغير تشكيله، ان هو يلعب باربعه في نص الملعب. تفتكر انه ممكن يعمل كده ولا يلعب بطريقته المعتاده الثلاثه في نص الملعب ويبدا هجوميا والكلام ده كله؟ انا ما اعتقدش ان هو هيبدا هجوميا من بدايه المباراه، ولان انا اعتقد ان كابتن حسام مش هيبدا برضه هجوميا من بدايه المباراه، لان الملعب ضيق. وفي كرة كابتن لو انت هاجمت فرقه في ملعب ضيق مش هيبقى عندك مساحات حتى المرتده او انك انت تروح. ودايما الحلول في المباريات اللي زي دي هي بتبقى الكثافه العدديه في نص الملعب. علشان تقدر تمسك الماتش لازم يبقى عندك كثافه عدديه في نص الملعب. اعتقد ان هو هيلعب هيكثف عدد في نص الملعب، لان المعلومات إن عن فرقه النجم ان هي دايما كل العابها لعبها من على الاطراف، تعتمد دايما على الكور الثابته، بتعتمد على العرضيات. بس انا كنت حابب حاجه في اداء النادي الاهلي، يمكن هي غابت شويه الفتره اللي فاتت دي، وهي التسديد من بره ال 18. والتسديد من بره ال 18 بيبقى مطلوب قوي في الملاعب الضيقه، يعني دايما يبقى الحلول بتبقى ما بين العرضيات وما بين الفاولات اللي بتيجي، وهم عندهم الحاجات دي بيعملوها كويس قوي عامه. يعني هي كل الفرق اللي بتلعب بيلعبوا محافظين وعارفين مساحاته وعارفين بيعملوها كتير قوي كابتن، وبيعرف ازاي ياخد فاول. ومش عايز اقول ان دايما مش عايز اتكلم في حته الحكام، يعني ان دايما الحكام بتطوعهم في الحته دي، ان هو بيعرف يجي على 18 يدعي وبياخد الفاول وبيتمثل دايما. شفنا في مباراه الترجي الاخيره، وكمان بينقل اماكن الخطر، وبينقل اماكن الخطر اللي هو ازاي ياخد فيها فاول عشان خاطر يعمل لك مشكله. فانا اتمنى ان يعني ان لعيبه النادي الاهلي ما بيبقاش فيه حته اللي هو التسرع او التهور في الحتت دي دايما، لان الحاجات دي هي بتعتبر هي اللي بتمثل خطوره علينا. لكن لو اتكلمنا في فنيات، احنا اعلى فنيات، احنا اعلى احنا النادي الاهلي بطل القرن، احنا النادي الاهلي البطوله دي غابت عننا، دي بطولتنا على طول. احنا النادي الاهلي لسه كنا لينا جوله في تونس مسمعه، هم اللي عاملين حساب للماتش. احنا بالنسبه لنا المباراه مباراه هتوصلنا لبطوله، الطبيعي ان احنا يعني الطبيعي ان احنا بناخدها يا كابتن. اكيد. فان شاء الله باذن الله اتمنى يا رب التوفيق، واتمنى ان شاء الله باذن الله اللعيبه تبقى واخده بالها من حته الفاولات على ال 18 دي قوي، لان هم بيعتمدوا على الكور الثابته قوي. يا رب يا رب. انا عايز اقول لك برضه يا احمد، وافكر الجماهير، امير هشام كان دخل معايا من شويه، يعني قال لنا على التشكيل المتوقع للنادي الاهلي اللي الكابتن حسام ممكن يلعب بيه من خلال متابعه امير التمرين. فقال ان اكرامي واحمد فتحي ورامي ربيعه وسعد سمير، انا بقول لكم تاني، علي معلول، اثنين في نص الملعب هشام محمد وعمرو السوليه، وثلاثه قدام وليد سليمان ناحيه اليمين وعبد الله السعيد صانع العاب، واجاييه ناحيه الشمال، وقدامهم وليد ازارو. في حين ان هو الاستاذ الصحفي بشير قال ان ممكن النجم يلعب بكره باربع لاعبين في نص الملعب. شايف الدنيا ازاي؟ واحمد السكوزه قال ان الموضوع هيبقى معركه في نص الملعب. هو مش هيطلع بره الكلام ده، لان زي ما بقول لك الفرقتين عاملين حساب لبعض كويس. الفرقتين لسه انا اعتقد ان اول ربع ساعه وتلت ساعه بقى في حاله جس نبض من الفرقتين. شايف ان كابتن حسام هيلعب بتامين دفاعي، لان زي ما بقول لك يعني لو طلعنا بنتيجه ايجابيه مثلا اتعادلنا، دي نتيجه ايجابيه لصالح النادي الاهلي. فانا شايف في نفس الوقت الراجل المدير الفني الفرنسي عامل حساب النادي الاهلي كويس، عارف ان عنده الخط الامامي خط في خطوره على، وخصوصا في الهجمات المرتده، لان في سرعات وليد ازار ووليد سليمان اجاي في سرعات. اكيد فرقتين عاملين حساب لبعض كويس، هيبقى في حرص في الاول، لكن اكيد هيبقى في طمع لفريق النجم، يعني ان هو عايز يخلص المباراه هناك.
لكن المباراة هتبقى مقفولة يعني، مش هي تخلص زي ما قال الكابتن أحمد، يا كور ثابتة يا، وخصوصا يعني فرقة النجم بتعتمد على عرضيات، وعرضيات من تلت الملعب يعني، مش الاطراف الملعب ما بيوصلوش مش لازم يوصل لحد الآخر عشان يعمل الكروس. هو فعلا زي ما شفنا الجولين اللي جابهم مع عمرو مرعي، هو فعلا ضربات رأسه، وأنا أعتقد إن هو يعني إن سعد سمير هيرجع يلعب، عشان وخصوصا إن عمرو مرعي يمكن هو لعب معايا في دجلة، عمرو مش فرود راكز يعني، عمرو بنتكلم متحرك يعني مقلق للسرد باكات، عنده سرعات، فاعتقد ان سعد عنده سرعات ورامي عنده سرعات وبيلعبوا ضربات راس كويس، فاعتقد ان كابتن حسام هيرجع سعد عشان عمرو مرعي يبقى يراقب يعني. يعني انا عايز اطمن الساده المشاهدين يا جماعه، وطبعا التمركز الدفاعي اللي في فريق اهلي طرابلس اكيد مش هيبقى نفس التمركز الدفاعي اللي في فريق النادي الاهلي يعني الكبير، يعني هيبقى محمد نجيب كان او سعد سمير او رامي او معاهم علي معلول احمد فتحي، كل الكلام ده يا جماعه يعني اكيد مش هيبقى فيه نفس الثغرات. احنا شفنا عمرو مرعي كان منفرد تماما بالمرمى في الهدف الاول والهدف الثاني، عامل دبل باص ورايح يعني، كانوا اتنين يعني، هو خد الكوره من على راس زميله، فاعتقد ان الكلام ده اكيد مش هيحصل يعني ان شاء الله بكره ان شاء الله يعني. المباراه مباراه كوره استاكوزا ولا هننسى الكوره شويه، تبقى مباراه روح ورجوله وهم هيحاولوا كمان، اعتقد ان هم ممكن يدخلوك في اللي هو زي ما احمد بيقول كروسات من بعيد وشعلق الكوره بقى وعلق واجري وبتاع وفاولات ومش عارف والحكم ونجري. شايفها مباراه كوره ولا المباراه زي في النطاق اللي احنا بنتكلم فيه ده؟ والله يا كابتن هي هتبقى مباراه كوره بالنسبه لك انت كفريق وواثق في المدير الفني بتاعك، وهيبقى ليه التكتيك بتاعه اللي هيشتغل بيه. حلو. هو هيكون بس حذر من اللي هم هيعملوه، لان هم هيبعدوا شويه يعني، هم هيحاولوا يخرجوك من الفنيات بتاعتك، لان احنا عندنا ثقه في ان لو الكوره كانت موجوده على الارض او اللعب خد الشكل العادي في الملعب، احنا كده كده هنبقى مسيدين المباراه. فالشكل الطبيعي ان الملعب ياخد شكل فاولات، ياخد شكل تكثيف في نص الملعب، ياخد شكل لونجات كتير، على اساس ان يبقى اللاعب واخد شكل اللي عنده الحته الحماسيه او حته الاشتراكات هو اللي هيبقى افضل في المباراه. فانا اتمنى ان احنا اللي نتسيد المباراه ونمشي المباراه زي ما احنا عايزين، يبقى فيها شيء من الخططيه. اللي انا طالبه من النادي الاهلي، انا طبعا ما اقدرش اطلب ان لعيبه النادي الاهلي على المباريات اللي فاتت دي ما ينفعش توجه لها اي رساله، اللي هو نكون قد المسؤوليه ورجاله بعد الماتش اللي حصل، ما شاء الله، هو الترجي اللي فات دوت طول عمرهم كده، مفيش كلام يا كابتن يعني، مش هنتكلم الكلام المعتاد ويحسوا بالمسؤوليه والبطوله، لان اي لعيب موجود في النادي الاهلي هو لعيب بشخصيه النادي الاهلي. يعني انا كان هشام محمد، انا كنت حاكم عليه كلاعب كوره، لعيب كوره كويس، لعيب كوره بيمسك كوره تحت رجليه كويس، وجوده وتمركزه في نص الملعب كان كويس، بس انا ما كنتش لسه حاكم عليه كشخصيه نادي الاهلي. لكن الشواء اللي نزل فيهم، لا، هشام لعيب نادي الاهلي، يعني ثقته في نفسه، المباراه مشدوده، المباراه مش سهله، تبقى انت جاي النادي الاهلي فتنزل بطوله او تنزل نهائي زي ده في وسط كم الجماهير، وانت بقالك مثلا دلوقتي اربع خمس سنين ما شفتش 10,000 متفرج في الاستاد، فانك انت تنزل ويبقى ادائك كده، لا دي حاجه شخصيه. دي طمنتنا قبل اصابه حسام عاشور، واتمنى له التوفيق ان شاء الله باذن الله. هايل، يا رب. يعني احمد، انت لعبت قدام النجم الساحلي او عشت الاحساس النجم الساحلي لما كنا رايحين اثيوبيا وبنلعب مباراه فاصله في كاس سوبر افريقيا، لعبنا فيها اكسترا تايم. بالظبط، لعبت الشوط الثالث. الاحساس يعني، انا الاحساس انت رايح تلعب مباراه خلاص يعني، مباراه خطوه على النهائي، خطوه على بطوله غايبه على الاهلي بقى لها كتير، خطوه على بطوله الجماهير كلها مستنياها، احساس اللاعب بقى ايه؟ اكيد يعني زي ما قال كابتن احمد، ان اي حد بيلبس تيشيرت النادي الاهلي فهو فعلا يستاهل تيشيرت النادي الاهلي. تيشيرت النادي الاهلي تيشيرت بطولات، تيشيرت انجازات. اتمنى ان هو ما يحطش على اللعيب ضغوط. اكيد احنا بقالنا كتير قوي بنلعب من غير جماهير، لكن النادي الاهلي او لعيبه النادي الاهلي متعوده في المواقف دي، هي بتبان معدن اللعيبه بيبان. اكيد لو نفتكر مواقف كتير قبل كده، النادي الاهلي في المواقف دي هو بيبان، بيقدر ان هو عنده الدوافع وعنده الطموح وعنده الاهداف اللي هي توصله ان احنا نلعب فاينل. فدي متوفره في كل لعيبه النادي الاهلي يعني. زي ما قال كابتن احمد، كانت متمثله فعلا في هشام محمد، يمكن كان هشام كان موجود معانا في الناشئين لما كنت موجود في النادي، لعيب كره كبير جدا، دلوقتي بان تقله بقى، عنده ثقه في نفسه،
بيلعب والاستاد مقفول ما فيش مشكله. هي دي روح النادي الاهلي. واتمنى ان شاء الله من كاس السوبر اللي كانت في اثيوبيا اللي كسبنا فيها بضربات الجزاء, وكوزا كان احرز هدف من ضربه جزاء عالمي. عالمي هو بدا الكره اتحركت يعني دي كانت ضربات جزاء. انا مش عايز اقول لك يا احمد, فاكر دي كان اول بطوله لينا, كان اول ماتش لينا في الاهلي, اول ماتش احنا رحنا الاهلي استقبلنا انا واحمد في وقت واحد, وبسم الله الرحمن الرحيم عندنا ماتش سوبر يا جماعه. طب يعني واحده واحده مش كده. لا وحصل مشكله كمان ان هم نقلوا ماتش اثيوبيا. اثيوبيا احنا كنا هنلعب, كان في مشكله في تونس بقى حاجه كده, ونقلوا ماتش اثيوبيا. طبعا الحضري كان يعني في قمه تالقه. ده كان مين؟ فلافيو وبعد كده عماد. الحضري طلع كوره والحكم رجعها تاني. يعني مش عارف ليه, انا مش عارف ليه ده. انت رحت اتخانقت مع الحكم؟ رحت اتخانقت طبعا, انا كنت هموته اساسا. احنا ما بنصدق دي اللي لغاها. دي اللي انت نزلت في الملعب, دي اللي لغاها. انا كنت في الملعب اصلا, توترتنا. وانا كنت في الملعب اصلا, انا توترت وبعد كده حطها. وده ابو الكوز ده, من ابو الكوز. يا سلام. بص الثقه, بص الثقه. عايز اني لا, الموضوع ما كانش كده على فكره. دي ليها حدوته جميله يعني. انت عارف الماتش ده ما كانش فيه تريكه ولا بركات ولا ما كانش فيه حد صح؟ كانوا ده النحاس. ده النحاس. هي بمجرد ما المباراه ما خلصت وداخلين على ضربات الجزاء. طبعا انا لو انت خدت بالك في المجموعه اللي شوطت ضربات الجزاء, كنت انا الوحيد لعيب اللي هو ما بيشوطش ضربات جزاء. يعني هم الاربعه على طول بيشوطوا ضربات جزاء في الماتشات وفي الماتشات العاديه. فانا كنت قاعد عادي يعني. فمستر مانويل فات عليهم واحد واحد, هتشوط هتشوط هتشوط. فقال لي هتشوط, فقلت له اوكي يعني. فعدى. فبعد ما عدى انا فبقيت شفت ناس بقى, وشفت ملايين ناس هيشوفوني وانا شغل داخل اشوط ضربه الجزاء, وانا بقالي يعني بقالي عمر ما شفت ضربه الجزاء. فشفت شتيمه كتير جدا. انت بتعمل سيناريو لنفسك؟ ها, عملت سيناريو, حطيت سيناريو. الكلام ده لمده دقيقه, وبعد كده قعدت تركيز رهيب. عشان كده بقول لك انت وترتني لما نزلت تجري. لا بقول لك بجد فعلا. طب اقول لك على حاجه بقى, وانت اول مره تعرفوها. قول لي. جالي مستر مانويل فبيقول لي انا لسه اول على ماتش. فكره قال لي نفس الكلام. انا لسه اول ماتش وجاي من الاولمبي ونادي صغير ومش متعود على الضغط ده. فقال لي انا ما اعرفش هو بيهزر معايا ولا بيتكلم بجد. قال لي عادي هتشوط. قلت له نو مستر. قلت له لا انا بعد الحضري. فعلا؟ والله العظيم قلت له كده. قال لي عادي يضحك. عادي يضحك. لا لا انا بعد الحضري. انا عماد النحاس اللي جه قال لي تشوط. قلت له بص انا عادي, انا شوط عادي. فراح فمستر مانو قال له لا بلاش, لسه اول ماتش وكده. وانا بصراحه بقول له شوط. مش عايز اقول لك انا مش شفت السيناريو بتاعك بقى. شفت, انا شفت سحابه. لا انت عارف, عارفين يا جماعه قيمه النادي الاهلي ايه؟ ان احنا كنت بنتكلم انا واحمد عادل واستكوزا دلوقتي, ان انا واحمد عادل لسه رايحين الاهلي بنقول بسم الله الرحمن الرحيم, ورايحين نلعب بطوله سوبر, والراجل خدنا معاه. وبعدين رايحين بقى هنلعب بطوله سوبر, وبطوله كبيره جدا والجماهير طبعا بتستناها. فانا قاعد قلقان يا احمد. فانا قاعد, كنت قاعد مع عماد النحاس. بقول انت قلقان ليه؟ قلت له قلقان ليه ازاي؟ مش فاهم. مسؤوليه. لا مسؤوليه يعني. قلت له قلقان, طبيعي ان انا ابقى قلقان رايح العب اول ظهور ليا في بطوله سوبر. قال لي يعني هنكسب ان شاء الله ما تقلقش. حتى بعد ما تعادلنا 0-0 قال لي هنكسب برضه. حاجه يعني. هي الثقه. الثقه جايه من فين يا احمد؟ اقول لك حاجه والله, يمكن انا كان يعني نفسي اتكلم فيها مع في ناس كتير قوي كانت بتتكلم معايا, وخاصه ان هي الناس اللي هي مش اهلاويه يعني. كان دايما اقول لهم يا جماعه في حاجه غريبه بتحصل لما بتخش النادي الاهلي. اولا انت لما بتخش النادي الاهلي, اللعيب اللي انت بتشوفه والكاركتر اللي انت بتشوفه في الملعب دوت, ايا كان التغيير اللي بتحصل, ايا كانت المباراه او اهميه المباراه, بتلاقي شخصيته شخصيه اللاعب النادي الاهلي. يعني ما تلاقيش لعيب يعني مثلا زي لسه بنتكلم على هشام محمد. اللعيب اول مباراه ليه ينزل بيلعب. تتكلم على هشام محمد اللي يتكلم على علي معلول واجاييه. علي معلول اللي كان في قلب تونس وعمال يقول لهم خلي بالكم ايديكم, واجاييه اللي عمال يصلب عشان الكوره ما تدخلش فينا جول. انا بتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في ماتش اللي مخلصينه اثنين ما لهمش علاقه بمصر مش بالاهلي. يعني بالزبط. انت بتتكلم في اثنين. انا وبتشوف هم عاملين ازاي والدوافع اللي عندهم كانه لعيب متربي في النادي الاهلي. انا بتكلم في حاجه ثانيه. انا بتكلم في حاله للعيب اللي بيخش النادي الاهلي. الشخصيه دي يمكن لما حد يتكلم معايا قلت له والله احنا لما دخلنا النادي الاهلي ما حدش جه قال لنا ده نادي بطولات وفرجنا على الدولاب بتاع البطولات وعايشنا حاله. احنا بمجرد ما دخلنا النادي الاهلي بقينا في الحاله دي. بقينا مهيئين. بقيت انا مهيئ النهارده ان انا لعيب جاي من الشرقيه الدخان ما خدش بطوله يعني ما عملش حاجه. كان كل هدفه ان هو يصعد ممتاز. فيلاقي نفسه في كاس سوبر داخل على ضربه جزاء مصريه. ازاي بتبقى انت مهيئ للكلام دوت؟ انا ما بعرفش. هو الحاله والاجواء بتاعت النادي الاهلي بتحطك, بتحسسك ان انت ترس في مكنه بطولات. فعلا.
يعني هي مكنه البطولات شغاله فانت مجرد ترس ايا بتختلف ادائك بقى يعني هو بيختلف ادائك بس انت بتقوم بنفس الدور فانت لازم تخش تبقى بالشكل ده فانا من وجهه نظري هو ده النادي الاهلي هو كده بس ما عنديش ليها تحليل حاله فعلا فريده فعلا زي ما بيقول استاكوزك انت بتلعب على طول على الاول انت بتلعب على طول على البطوله يعني انت عندك لو انت مثلا فنشت الدوري تاني زي الاخير فهو عينه على البطوله بيعمل بيوفر كل الاساليب ان انا ازاي احقق البطوله بالظبط كده صح فهو ده سيستم النادي الاهلي فعلا وده اللي كل اللعيبه بتتعود عليه اي حد بيخش النادي الاهلي زي ما بيقول استاكوزا بيبقى مطالب منه بيخش وسط المجموعه بسرعه جدا ودي اللي بيساهم فيها ويساعد فيها اللعيبه والجهاز الفني يعني ان هو بيدخلوا اللعيبه الجديده وسطهم بسرعه كلهم بيبقى على هدف واحد كلهم على قلب رجل واحد زي ما بقول لك متمثله في علي معلول بسم الله ما شاء الله يعني لو هتكلم كوره وتكتيك وتحركات المفروض في الجون الاولاني علي معلول ما يبقاش هنا ولا الجون الثاني ولا الثاني انا بقول لك مثلا لو انت بتهاجم من الناحيه اليمين نتكلم الكلام ده بالظبط الباك ليفت لازم يبقى واقف يعني لازم يبقى واقف في نص الملعب مأمن لكن الروح والعزيمه والاصرار هي دي مش يعني كابتن حسام ما قالوش هاجم او اطلع في دي هو لا هو عنده ان احنا لا لازم ده ماشي في الجون الثاني بيروح عامل كروس على دي انت ايه اللي جابك هنا بالزبط. يعني انت مبدئيا انت ايه اللي جابك في المنطقه دي لا الاهم من كده بقى الاهم من كده اللي انا قعدت افكر فيها يعني انت ازاي رجعت كده يا علي يعني انت جبت القوه دي من فين انت ترجع الماتش الاولاني ما كنتش موجود يعني ده كلام بقى الناس الصحافه الماتش الاولاني ما كنتش موجود الماتش الثاني اتسببت في ضربه جزاء ورطت شيء في ضربه ازاي انت رجعت كده دي لعيبه كبيره بتدوس على نفسك ودي لعيبه كبيره والشخصيه والخبرات يعني واحد تاني كان مات طبعا. والله احنا بنتكلم فيها بلغه الكوره بنقول تهرب منه لكن ده لعيب عرف يلم نفسه وعرف يوري ناس كتير قوي لا انا لعيب كويس لا انا لعيب محترم انا بعمل كوره من ناحيه اليمين مش من مكاني انا بجيب جون من ناحيه الشمال بيميني لا يعني رد في حاجات كتير قوي في حاجه صغيره قوي رد في حاجات كتير قوي بص استاكوزا في نفس شريف اكرامي شريف اكرامي قبلها باسبوع الدنيا مقلوبه عليه ومصر مقلوبه عليه بالظبط واحنا كنا وخلي بالك راح له نفس الكوره دخلت فيه جون ومسكها يعني مسكها وفي حاجات تانية اصعب منها طبعا بالظبط لا انا بتكلم على الكوره نفس الشكل ويعني واحد تاني هيبقى مقلق مسكها مع انها الكوره ضعيفه بس مسكها شخصيه اللعيب او المسؤوليه اللي محطوطه على اللعيب وبالذات اللعيب بفرقه البطوله هو عنده دوافع جواه هو عنده اهداف جواه هو بتطلع في الوقت ده يعني هات لي جون مثلا اي جون بعد اسبوع مثلا في مباراه مصيريه بالكل الضغط اللي كان محطوط على شريف اكرامي ان هو يأدي الاداء ده ويبقى عنده الثبات ده بالظبط وان اللعيبه كلها بتلعب عشان شريف اكرامي وعشان البطوله عشان النادي الاهلي فهو ده اللي كل اللي متوفر في لعيبه النادي الاهلي وفي سيستم اللي ماشي على النادي الاهلي في حاجه برضه انا عايز كابتن ميدو اللي شريف انت اكرامي انت عايز تقول اللي انت عايزه النهارده شكرا يا كابتن ميدو ما انا عشان كده واخد مساحتك عايز اقول لك ان برضه الجماهير ليها دور كبير قوي يعني النهارده اللي حصل مع شريف انا بتكلم على كيان نادي اهلي اي جون في الدنيا بيتذبح يعني بيتنسي له كل اللي هو عمله يعني بيتنسي ان هو كان احسن حارس مرمى طول الفتره اللي فاتت دي وبيجي على كوره زي دي بيتذبح النهارده انت عندك جماهير انت جسمك بيقشعر وبتنده على شريف بتوصل لشريف احنا عارفين انت مين ومش شايفين الغلطه دي ومستنيين منك تاني واعتبر اللي فات ده خلاص انتهى واحنا لسه قدامنا حاجات فده كان دافع لشريف ودافع للفرقه كلها فمش هننسى دور الجماهير وجودها طبعا بالظبط اكيد احنا اتكلمنا عليهم كتير جدا جدا يعني مهما نتكلم على الجماهير بصراحه مش هنديهم حقهم كمان الجماهير كمان ايه اللي حاسسها النادي الاهلي عايزها يعني ايه اللي يخليهم يصمموا على ماتش الترجي ده بالذات حاسين ان الاهلي او الفريق عايز الجمهور دي كانت حقيقه كده راح كانش فاقد الامل خالص بالظبط يعني كل محبين النادي الاهلي وكل الجماهير دي ما كانش فاقد الامل يعني كان امل ضعيف بس هم عندهم ثقه في اللعيبه عندهم ثقه في الجهاز عندهم ثقه في المكسب وانا بقول لك معدن لعيب النادي الاهلي او اللي بيبقى موجود جوه النادي الاهلي بيبان في المواقف دي وفعلا بيتحقق البطوله يعني يمكن في اخر دقائق في المباراه الجماهير عارفه ان الاهلي هيكسب وباي حد اي حد متعب يجيب اجاي يجيب اي حد يجيب هم مش حاطين ان فلان اللي هيجيب هم عارفين النادي الاهلي هيكسب اي حد هيجيب بالظبط هو ده احساس فعلا كل الجماهير وحاجه جميله جدا يعني حسام عاشور غيابه ياثر بكره استاكوزا هو اكيد طبعا حسام عاشور كدور في نص الملعب اكيد طبعا هياثر بس هو هياثر بشكل حسام عاشور في الدور اللي هو هيقوم بيه بس مش اكتر يعني هو الدور هيتقام بيه هشام محمد قادر ان هو يعمل دي هشام محمد لعيب كويس
يعني انا يعني كورته كويسه، تمركزه كويس في نص الملعب. السوليه طبعا هيبقى يعني انا مش شايف ان هتبقى المشكله كبيره، لان انا شايف ان هما الاثنين عندهم كوره. انا كنت يمكن متخوف شويه من ان ممكن ينزل هنا يلعب عبد الله سعيد او وجود صالح جمعه في الحته دي، لان انا كنت حابب في المباراه دي ان يبقى بالبدايه يبقى عندي اثنين ديفندرين هم اساسا ديفندرين بيلعبوا في الحته دي، عشان الماتش ده محتاج، لان انت الماتش دايما الماتشات دي بتبقى تلت ملعب، يعني طول الوقت انت في تلت، في التلت اللي في النص في الملعب. حلو. فانت محتاج حد هنا يكون عنده وحافظ مكانه ويقدر يخرج لك الكره سليمه، وهم الاثنين قادرين يخرجوا السليمه الكره سليمه من تحت، خاصه ان انت عندك لعيبه قدام عندها سرعات، فلو قدرت انك انت توصل لهم الكوره بشكل مظبوط انت هتبقى ماسك خطوره على طول على فرقه النجم. فانا مش متخوف طبعا، برغم ان طبعا حسام عاشور طبعا يعني مسمار وقيمه يعني في نص الملعب. فمتوقع ان شاء الله باذن الله لا هيبقى تمام نص الملعب باذن الله يا رب. يعني استاكوزا قال يا احمد ان عندنا سرعات فوق، ازاي نستغلها في ظل ان الملعب بتاع النجم ملعب ما فيش فيه مساحات كبيره؟ اكيد ده لو هنلعب زون ديفنس وهندافع من نص الملعب، يعني احنا لازم هندافع من نص الملعب. ده اللي انا اتوقعه، ده اللي انا اتوقعه ان احنا نتوقع كده عشان يبقى عنده مساحات يهاجم، مساحات يهاجم، ومش هيلعب زي مباراه الترجي. انت مباراه الترجي انت رايح عايز تكسب، انت ما عندكش غير حل واحد، انت عايز تكسب. بكره عندك حلول، بكره عندك اسف مش حلول، عندك اختيارات عندك اختيارات. وانا بقول لك ان هو هيلعب بتامين دفاعي عشان يسهل عليه المباراه اللي هنا اللي في مصر. مش هيلعب اكيد زي مباراه الترجي ان هو هيضغط من قدام هيعمل ضغط عالي، هيلعب بتامين. لكن غياب حسام عاشور طبعا اكيد هياثر، لان حسام عاشور عنده ملكه ان هو بيعرف يقطع الباص، يعني من كتر اللعب اللي لعبه حسام عاشور في وسط الملعب بقى عنده من الخبرات ان هو بيعرف ازاي يقطع الباص ده، بيعرف ازاي يضغط، بيعرف ازاي يوجه الضغط. يعني حسام عاشور هو المتحكم، تمركز كمان بتاعه هايل اكيد، ده كتر اللعب، ده كتر اللعب. ده مكانه حسام عاشور من اكتر اللعيبه في مصر ما شاء الله، لعب في المكان دوت بيتحرك في المكان دوت بيتحرك تلقائي. هو حسام عاشور ما بيتوجهش بناء على ان الهجمه هنا وكده، وحسام عاشور بيتحرك تلقائي. يمكن كانت دي برده ميزه كانت موجوده في محمد شوقي، فبيديك الاطمئنان في المكان ده. مركز الديفندر حساس قوي، لان انت مطلوب منك انك على طول في الحته الهجوميه في ظهر الفراوده، لانك انت المفروض انك انت بتلم، ومفروض انت بتبقى اول واحد بيوقف مرتدات، ومفروض انك انت على طول ماسك قدام خط الظهر، ومفروض انك انت بتلم كل اللي راجع من خط الظهر. بس مش مفروض ان انت بتلم على قدام واحده، انت دايما مدي ظهرك، ومفروض انك انت هتوقف وتلم وتوصل الكره سليمه. بالظبط. فحسام عاشور عنده دي كويسه قوي. اتفضل يا احمد. بس فاكيد غياب عاشور هيأثر، لكن اتمنى ان هشام يكون موفق في المباراه دي، يكون عنده الثقه، يكون عنده حسن الظن، وان شاء الله هشام قادر يعني ان هو ان شاء الله يأدي الدور بتاع حسام عاشور. اكيد الكابتن حسام، لان هشام كمان بيحب يلعب لقدام، بيحب يلعب وياخد ومش عارف ايه. حسام ما بيعملش كده، حسام بيسلم طريقه لعبه، وحسام غالي شويه يعني. فاكيد الكابتن حسام هيديله مهام اللي هو التمركز، ولا هيديها للسوليه؟ يعني هيدي حريه الحركه لمين والثبات لمين؟ بص، هو السوليه طبيعه لعبه ان هو بيبقى عايز يعني يكمل ورا الهجمه شويه، هيدي الثبات ده لهشام مع الحرص من على الاطراف، ان احنا مش هنشوف ان علي معلول طار على طول، مش هنشوف ان فتحي طاير على طول. قصدك حد يبقى يساعد يعني فتحي في نص الملعب، او مثلا فتحي لما تبقى الهجمه مثلا من الناحيه الشمال بيبقى فتحي ضمم على نص الملعب شويه، ان هو بحس ان يقفل نص الملعب ويقفل مكانه شويه. وفتحي يعني عنده ان هو ممكن يلعب في نص الملعب، ممكن يلعب ديفندر، فهو عنده الحته دي. فانا شايف ان هشام ان شاء الله يقدر يؤدي الدور بتاع حسام عاشور مع السوليه، ومع عبد الله طبعا، في ان هم الثلاثه يبقوا في نص الملعب. وانا اعتقد ان هم مش هيلعبوا اثنين قدامهم واحد، انا اعتقد ان عبد الله هيلعب ناحيه اليمين، يلعبوا ثلاثه في القلب. هيلعب عبد الله ناحيه اليمين قدام احمد فتحي. انا قلت كده، بس يعني انا كان معايا كابتن مش هيلعب عربي، قلت له ممكن يلعب بثلاثه، يعني عبد الله سعيد يرجع شويه، قال لي لا هيلعب بالطريقه العاديه. خلي بالك يا كابتن ميدو، كابتن حسام كان بيعملها وليد، كان بيعملها بس في وسط اثناء المباراه، لما بيبقى عايز يامن في وسط الملعب كنت بشوف عبد الله بيروح جنب الديفندرات ناحيه اليمين، بيبقى ثلاثه في قلب الملعب. بس مين اللي هيستلم الكره فوق كده؟ مين اللي هيبقى محط عندك فوق؟ كمان اجاييم متطرف ما هو انت ممكن في الحاله دي بقى بتلعب على الكونتر اتاك، على الكور الطويله، يعني هتجمع لعب في نص الملعب وهتلعب كرة طويلة على طرف من الأطراف، عندك سرعات وليد سليمان، وعندك أجاي، وعندك وليد أزار. وأتمنى إن وليد يبقى عنده التركيز
لان المباراه دي ما بتخلصش الا فرصه واحده. أكيد. يعني لو جات لك فرصه واحده لازم تخلصها. اكيد هو نفسه بس انت عارف لسه يعني اكيد نفسه طبعا. هو طبعًا يعني يجيب 50 جون. هو بيروح كتير كتير ومتحرك كتير متحرك طبعًا. متحرك والجوال اللي بيجيبها ربنا بيكرمه فيها اللي هي يعني ربنا عايز يكرمه. بس هو بس جوان. عايزين نقول برضو ربنا ما بيكرمش غير اللي بيتعب طبعا. أكيد. وهو في المكان اللي متوقع في الكوره. يعني برضو مين اللي هيخليه يروح؟ هو مكانك طبعا انت ادرى يعني هو بيتعب بصراحه وبيروح. هو معنى يا كابتن ان هو بيضيع كتير ان هو بيتحرك كتير وبياخد مكان صح كتير. اذا كان مفيش دقه شويه حصلت في الفينش لسه هو ما وصلهاش او ما وصلش للثقه دي. هو بعد اول جون احنا قعدنا صابرين على فلافيو سنه وبقى احسن لاعب افريقي جه في تاريخ مصر كفيرويد. بالظبط. وقعدنا سنه كامله. فانا شايف ان النهارده انا لما اصبر على لعيب يعني احنا جينا في ماتش بنتكلم على الازارو ان هو مقصر شويه كفيرويد جايب جون وعامل ضربه جزاء وليه ضربه جزاء ثانيه وعامل ليه ضربه جزاء بنتكلم عليه. يعني احنا بنتكلم على لعيب كبير مستنيين منه اكتر من كده. بس انا شايف ان هو لعيب كويس وشايف ان هو لسه جاي. هو ناقص له جون. بالظبط. هو ناقص له جون هيجي الجون خلاص يبقى عندك لعيب كامل. قول لي ذكرياتك يا كوزه بقى يعني ابرز حاجه كده تفتكرها في البطولات الافريقيه. ابرز حاجه افتكرها في البطولات الافريقيه. انا ابرز حاجه افتكرها في البطولات الافريقيه كان المفروض احنا هنا طبعا بمناسبه اصابه حسام عاشور يعني في التمرين كانت مشكلتك مع كوتي. كان طبعا عندنا مباراه والمباراه كانت مهمه فكان مستر مانويل كان قايل ما فيش حد يلعب بقوه جامد ما حدش يلعب جامد عشان عندنا مباراه مش عايزين نفقد حد. وبعدين اخص بالموضوع اكوتي على اساس ان اكوتي كان عنيف شويه. اكوتي كان بياكل رجلين. كان بياكل اناقل بيفطر اناقل. فانا انت هتتكلم زي اكوتي صح؟ ايوه طبعا. لا مش هتكلم زي اكوتي. لا لازم تقول بقى الناس عشان بس لا لو في لي علاقه باكوتي هقوله باكوتي. لا لازم ما انت هتقول الموقف اللي حصل. لا ما هقول لك الموقف اللي حصل. ما انت كنت موجود في الموقف. ما انت كنت الضحيه. انا الضحيه. فمهم ان كان في كره في نص الملعب وبعدين هو كان ميدو نازل فبياخد بالخارجي واكوتي راح داخل. فمهم ان هو اتعور يعني عور ميدو. فميدو قاعد على الارض لان كانت جامده فعلا يعني. فالمهم ان طبعا الخواجه من بره قام قايم واقف. فطبعا اكوتي راح باصص بطرف عينه كده فلقى الخواجه واقف راح رايح لميدو قال له ميدو قوم بسرعه. راح لميدو فطبعا ميدو بقى ايه قال له انا متعور. قال له والله ما فيش مشكله انت قوم على طول ما فيش مشكله. قال له قال له اي بليدنج. هو طبعا قالها له بالانجلش. قال له والله ما فيش دم انت كويس دم قليل. قال لي دم قليل. انا جيت فانا قلت له ايه ده دي جامده كده. فقال لي انت عايز تمشي اكوتي. فده كان موقف يعني كان اكوتي كان يعني حاجه. اكوتي كان لعيب جامد جدا شخصية طيبة جدا قوي من اطيب الناس اللي شفناهم بصراحة في الكورة. وكان لعيب جامد جدا كمان. بس هو الخشونة بتاعته خلت مستر مانويل خلاص يعني كل تمرينة لازم يطلع اثنين ثلاثة. الإصابة برضه هي الإصابة كانت هي بداية ماتش انيمبا. كانت هي الإصابة كانت في أول 8 دقايق تقريبا. وعورنا استفزه برضه. هو عورنا كلنا. هو كلنا علم علينا كلنا. هو عورنا كلنا. بس هو لعبه كده. هو كده. أنا بقول لك أنا بقول له رجلي فيها دم مش قادر أقوم. قال لي ده الدم قليل. هو لما شاف الخواجة هو اول ما بيشوف مستر مانويل جاي لا هو اكوتي بقى هات لي واحد في الفرقه ما كانش بيتلعب بمستر مانويل بقول لهم بركات. لا ايوه بس كان رعب في حاجات كتير. فعلا يعني كان شخصيه يعني يخوفك بس تحبه. لازم تحبه لان هو بص مستر مانويل بيعرف يقومك كلاعب كوره او بيحط جواك اهداف وطموحات. ويعني انا لحد دلوقتي انا ماشي عليها. يعني الحمد لله اللي كنت الفتره اللي فاتت ماشي على كل الدوافع اللي حطها جوايا مستر مانويل. اكيد هو شخصيه انا اتعلمت منه حاجات كتير جدا. اكيد يعني يا احمد قول لي توقعاتك ايه لبكره؟ شايف الدنيا رايحه فين؟ ماتش هيبقى شكله ايه؟ النتيجه شكلها تبقى عامله ازاي؟ انا شايف النتيجه ممكن تروح للتعادل. يعني حسب طريقة لعب الفريقين بالتشكيل اللي انت قلته بتاع النجم واتوقع ان بالتشكيل اللي انا قلت عليه بطريقة اللعب اللي هيلعب بيها كابتن حسام ان الماتش راح للتعادل. ودي اللي نتمنى ان هي تطلع تعادل بدون اهداف ان شاء الله. يعني يا رب يا رب ان هي تسهل المباراة في الشوط الثاني يعني اللي هو في مصر ان شاء الله. وان شاء الله نوصل للفاينل ان شاء الله. يا رب يا رب. كوز طبعا انا مش هبعد كتير عن اللي قاله كابتن احمد. الماتش ميديا شكل الماتش ميديا على تعادل. الملعب ضيق هتبقى الفرقتين مقفلين. الفرقتين يعني دارسين بعض كويس.
النادي الاهلي اكيد هيقفل الاطراف اللي هي تعتبر مفاتيح لعب فرقه النجم، فاللعب هيبقى محصور شويه في نص الملعب. اعتقد ان اللي هيعمل خطوره بكره في المباراه اللي هي الحاجه اللي هي غايبه عننا شويه، هي احنا يمكن كل الماتشات اللي فاتت يا كابتن ميدو انت ملاحظ ان لا في تصويب ولا اختراق من العمق، ويمكن ده عشان اللي قاله برده كابتن احمد عادل ان هو دايما عبد الله السعيد دايما بياخد طرف من الاطراف، كان دايما اللي بيقوم بالدور ده هو عبد الله السعيد في الحته دي، يا اما بيقوم بدور التصوير او بيعمل 1 2 قصير مع لعيب فبيفنش على الجون. فانا اتمنى ان احنا نعمل كده، واتمنى ان شاء الله باذن الله ان احنا نخطف جون بدري يريحنا. يا رب تعبنا من ضغطه الاعصاب، وتعبنا من ان احنا دايما بنوصل لاخر دقيقه واخر ثانيه برغم ثقتنا، وبرغم ان فريق النادي الاهلي بيحقق برضه برغم الوضعيه اللي احنا بنبقى فيها، لكن اتمنى نرتاح بكره، واتمنى اخالف كابتن احمد عادل ونطلع 1-0 ان شاء الله. يا رب يا رب يا رب. انا للاسف وقتنا خلص يا كوزا، للاسف والله نقعد اكتر من كده، وانا بس الحمد لله الحلقه طلعت كده يا جماعه، انتم مش عارفين انا قاعد ماسك نفسي ازاي، انتوا ما تعرفيش الاثنين اللي قاعد قدامهم دول عاملين ازاي في الطبيعه يعني. نورتني وشرفتني. ربنا يخليك يا كابتن، انا والله سعيد جدا ان انا كنت معاك. منور كده ومشرف، ان شاء الله نلتقي ان شاء الله. ان شاء الله يا كابتن، انا ما اعتقدش انك انت ممكن تجيبنا تاني. نورت وشرفت يا احمد. سعيد ان انا كنت موجود معاك يا كابتن ميزو طبعا وكابتن احمد، وان شاء الله تبقى قعده مكسب ان شاء الله. ان شاء الله باذن الله. يعني ده كان حديثنا النهارده يا جماعه، مش عايز انسى كل التعازي للكباتن الكبار كابتن عبد العزيز عبد الشافي والكابتن شوقي عبد الشافي في وفاه الوالده، ربنا يرحمها ان شاء الله ويتغمدها برحمته كل مصر. اعتقد ان هي راحت عزت الكباتن الكبار والنجوم الكبار، نجوم مصر والنادي الاهلي. ان شاء الله ان شاء الله يعني مباراه بكره تعدي يعني علينا من غير بقى حبسه النفس الجامده جدا اللي شفناها في مباراه الترجي. ان شاء الله النادي الاهلي دايما زي ما قال نجومنا احمد عادل واحمد حسن استاكوزا، يعني قالوا ان النادي الاهلي قادر على اي حاجه، والنادي الاهلي دايما لما يدخل في تحدي اكيد بيبقى قادر ان هو يجتازه عشان يفرح كل جماهيره. معانا رجاله ان شاء الله بكره، معانا جهاز فني ومعانا جماهير، بس قولوا يا رب دايما من جوه القلب نورتوني وشرفتوني، ودايما دايما تصبحوا على الف خير.